السيد فاضل كيفي وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزير المالية بالنيابة اللي قدم لي مطلب استقالته من الحكومة بعد ما اكتشف صدور حكم غيابي صادر في حقه منذ سنة 2014. وأنا بعد قبولي الاستقالة طلبت منه أنه يواصل تصريف الأعمال إلى حد 6 شهور. نحب بهذه المناسبة نجدد شكري على كل المجهودات اللي بذلها على رأس وزارة المالية والاستثمار خلال السنة الفارطة، وكان مثال للاجتهاد ومثال الكفاءة، ونقدر كل التقدير خياره أنه يتقاضى للاعتراض على الحكم خارج إطار العمل الوزاري، وهذه هي رؤيتنا في حكومة الوحدة الوطنية للتقاليد الديمقراطية الجمهورية الثانية. فضل كيفي يبقى كفاءة عالية في خدمته. شكرا.